بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم مصادر الاخبار ومجموعة منتقاة من الاخبار التي تهمنا الظريفة والطريفة. ومعانا من هذه الاخبار النهاردة تراجع استمرار اسعار الذهب، والخبر الثاني معانا النهاردة هو تطبيق سنة الامتياز على طلاب التمريض للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، والخبر الثالث معانا هو إضافة مواليد على البطاقة وبدء فعلا إضافة لتحديد 4 فئات. أما الخبر الرابع معانا النهاردة هو تخصيص السكة الحديدية 4 مقاعد مجانية لمرضى السرطان، والخبر الطريف معانا النهاردة والأخير وهو العروس في 4 ابتدائي والعريس في 6 ابتدائي وأول تحرك من قومي الطفولة بشأن خطوبة طفلي الشرقية. ونبدأ أخبارنا بالتفصيل. تفاصيل أول خبر معانا النهاردة وهو تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 8/12/22 تراجع كبير، حيث وصل إلى عيار 21، وصل لمستويات 1600 جنيه، وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع أسعار الذهب في الأسواق خلال الساعات القادمة، مع طبعا التقدم للإقبال الشديد اللي حصل في الأسبوعين الماضيين على شراء وارتفاعه إلى حقق أرقام قياسية. أما الخبر الثاني معانا النهاردة هو تطبيق سنة الامتياز على طلاب التمريض للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة. وتفاصيل الخبر، نشرت الجريدة الرسمية اليوم في عددها الصادر قرار وزير التعليم العالي رقم 4426 لسنة 22 بشأن إصدار اللائحة الداخلية الموحدة للتدريب الإجباري لامتياز بكالوريوس التمريض. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية الموحدة لسنة التدريب الإجباري لامتياز مرحلة بكالوريوس التمريض المشار إليه. وأوضحت اللائحة أنه سنة الامتياز في الفترة التدريبية إجبارية لسنة ميلادية 12 شهر تطبق على خريج التمريض مرحلة البكالوريوس بعد اجتياز المستوى الرابع يعني الفرقة الرابعة، ويتدرب الطلاب خلال السنة التدريبية في الامتياز في الجامعات والمستشفيات الجامعية التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات. أما الخبر الثالث معانا النهاردة وهو إضافة المواليد على بطاقة التموين، والتموين بتعلن بدء إضافة مواليد جدد على البطاقة وتحدد 4 فئات مستفيدة. هذه الفئات وهي مستحقو معاش تكافل وكرامة وحاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات. ده جاء في المادة الأولى نظر لزيادة عدد المتضررين أو المترددين على مكاتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجا. وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين باختيار مكاتب التموين لاستلام الطلبات من المواطنين. أما الخبر الرابع معانا النهاردة وهو أن السكة الحديد تم تخصيص 4 مقاعد مجانية لمرضى السرطان على القطارات. وتفاصيل الخبر، قررت الهيئة القومية للسكك حديد مصر تخصيص 4 مقاعد بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وقطارات ذات التهوية الديناميكية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم إن وجد مجانا برحلة ذهاب وأخرى عودة في نفس اليوم مجانا، وذلك اعتبار من الشهر الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تخفيف الأعباء المالية عن مختلف فئات المجتمع، وانطلاقا من الدور الاجتماعي الذي تتبناه الهيئة القومية لسكك حديد مصر كهيئة خدمية. وأوضحت الهيئة أنه في حال نفاذ المقاعد المخصصة لمرضى الأورام السرطانية يتم السفر بدون حجز مقعد وبدون تحصيل أي مبالغ مالية داخل القطارات ما عدم تجاوز محطتي القيام والوصول كما هو موضح بالإيصال المرفق مع الكارت الذكي للمريض. كما تتيح الهيئة لمرضى الأورام السرطانية بالحجز مجانا
على كافة القطارات المكيفة والسفر بقطارات الدرجة الثالثة العادية اللي هي تحيا مصر باستثناء القطارات الفاخرة. أما الخبر الخامس والأخير النهاردة وهو العروس في رابعة ابتدائي وأول تحرك من قومي الطفولة بشأن خطوبة طفلي الشرقية، فقد شهدت إحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية شمال القاهرة حفل خطوبة أصغر عروسين من عائلة واحدة، حيث ما زالت العروس طفلة لم تبلغ العاشرة من العمر وتدرس في الصف الرابع الابتدائي، بينما يبلغ العريس الطفل أيضا من العمر 12 عام ويدرس في الصف السادس الابتدائي. دي كانت أخبارنا النهاردة من قناتنا مصادر الحياة، نرجو أن تنال إعجابكم وما تنساش متابعة ولايك وشير حتى يصلك كل ما نقدمه. فعل زر الإشعارات إلى أن ألقاكم فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.